عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. هلا بتعرفكم على سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سقى الله العظيم. هلا بتعرف أحكي لكم حكاية حلوة. بصباح اليوم العيد فاقوا الأولاد الأمامير الطير بدو روحوا على العيد. كانوا ينتبهوا على التياب من الضاف ما بيبعتوا عن أهلين بمسكوا قديهن. فرح فيهن الأكل والقرابة ضيفون حلوة باخدوا بس حبة وشكرا كتير. بس يفوتوا عالبيت بقولوا له كل عام انت بخير. بس خلصوا الزيارة روحوا جوة العيد. بس رجعوا عالبيت امي ناطرين. بس امي جابت لهم هدايا من العيد على اكل المفضل. هاي حكايتنا عجبتكم؟